والآن مع الأستاذة الشاعرة جيهان النجار. السلام عليكم. وصلني نيلي ومن جالي وسدي. أنا عايز أعدي زي باقي الناس، لفين رقبتي جوه حي الإزاز، أرفض برجلي كعبي يتقطع، أنطر بإيدي يقطعوا إيدي. مخنوق يا جيدي وجسدي بيشل، بره الإزازة إزاز كرابيك وبتهل. كل ما أقول بشويش على الجلد بتعلم وعلم. أنا مش قصيدة بتنكتب وبتنقري وبس وخلاص. أنا سادس الخمس الحواس. أنا حد لما يفككوه يطلع بناس بكتير قوي، يطلع مقاس الحب عرض الجدعنة وطول الوفا. مش واحدة أنا كون وقلبه ما اتفق من عاشقين. أنا أول الحزن النبيل، أنا آخر الصبر الجميل. أنا نيل بيروي حلم مصر وأهلها وبمثل الناس كلها. أنا عضو مجلس حضرته وعندي حصانة بنظرته. أنا دايرة الشوق الحلال، أنا بنت خال الحب وحياة النبي. فاهمة يا دنيا بتكتبي، التكي جامد على الحروف، اوعي تسيبي اي معنى للظروف. اتأدبي. انا مش قصيدة وفكرة وشوية حروف. انا نصي خوف. انا مش قصيدة وفكرة وشوية حروف، انا نصي خوف. اما اللي باقي مذهبي فقه الامل وشوية النور محتمل. انا وردة سكها من رضا وحبة ندى ونهار جديد، والله اعلم اللي فيه. انا حاجة حلوة وربنا، انا معنى حلوة الله عليه. شكرا.